الجمعية العامة الأممية تعتمد قراراً غير ملزم يدعو روسيا إلى تعويض أوكرانيا عن الخسائر الناجمة عن الحرب. القرار يهدف إلى إرساء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني، كما يروم إرساء سجل دولي للأضرار لإدراج الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية. وفي الوقت الذي رحبت فيه كييف باعتماد هذا القرار، ندد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بما اعتبره رغبة الدول الغربية في إضفاء الشرعية سلفا على استخدام مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمعاقبة موسكو.